بصوا بقى يا شباب، النهارده يلا نتعلم نلم العجله مع بعض. دلوقتي عشان ابدا اعمل عجله لازم تبقى حته ليك فيها طول، ماشي، ويا ريت يكون جنبك حبل. اول حاجه لازم تبقى ايدك بالمنظر ده، تقفل صوابعك كده، هتفتح وتقفل. لازم تبقى قدام صدري، بفتح وبقفل، بفتح وبقفل لغايه كوعي، افرك كوعي واتني تاني، افرك كوعي واتني تاني. اوكي، انا دلوقتي هرفع رجلي من على الارض، ابتدي اشغل بايدي بس. يبقى انا لازم اقفل صوابعي كده في المنظر ده، وهفتح واقفل وانا رجلي مرفوعه ايه من على الارض عشان اتاكد ان انا عامل صح. يلا بينا ننزل. زي ما انت شايف كده يا كابتن، انا قاعد وضعيه الكرسي بس بحرك الميه يمين وشمال بس، ودايما بيكون ريلاكس في الميه على قد ما تقدر. حاول تراكلس نفسك وما تعصبش نفسك خالص. هتعصب نفسك في الميه، الميه مش هترفعك ولا هتشيلك، بل بالعكس انت هتغرق تحت. فدايما خلي كف ايدك تحت وحرك ايدك صح. كل هدوء خالص ان انا افتح ايدي واقفل تاني، ده العجله. اوكي، ابتدي بقى اشغل رجليا. ازاي اشغل رجليا؟ انزل تحت ببطن رجلي اهو، هبدا ازق بيه تحت، اضغط بيه للجنب، ما ينفعش لتحت. مش معنى كلمه عجله ان انا يبقى انا اعمل عجله كده كده زي كاني بسوق عجله، لا. معنى كلمه عجله ان انا ازق بالجنب، ان انا ازق بالجنب كده اهو، وهفتح واقفل، هفتح واقفل مع ركلات سريعه، وايدي بتفتح وتقفل مع بعض. خلاص بقى انت اتعلمت الايدين. بعد ما تتعلم الايدين هتبتدي تتعلم الايه؟ الرجلين. هتحط باطن كده على الحق وتنام كده على الحق وتزق ببطن رجلك اهو. حرك دايما رجلك في حركه دائريه، يعني حاول تزق لورا او للجنب بس الحركه دائريه. لو عايز تضغط لورا اضغط، يعني عايز تضغط لورا كده اضغط كده لورا، اضغط برضو عادي اهو. تكون مرجع ايه راسك لورا. وهنا بعد ما اتعلمت على الحبل تبتدي بقى تحرك رجلك حركة دائرية بس تفتح رجليك جامد، يعني زي ما انت شايف كده انا في المية فتح رجليا وقعد وضعية الكرسي وبحرك رجليا في حركة دائرية. دلوقتي ايه بايدينا ورجلينا مع بعض. يلا نخش بقى شوية تحت. بص ركز كده عليا، هتلاقيني هادي خالص في المية، مش بتعصب. لو تعصبت هغرق زيك بالظبط. يبقى احنا كلنا لازم نبقى ريلاكس في المية عشان نعمل الاداء صح. لازم بقى عشان تعمل العجلة دي لازم تكون مرجع راسك. يبقى لازم كده ترجع راسك ورا وانت بتعمل العجله بتاعتك بالمنظر ده. رجع راسك وابتدي اعمل بايدك ورجلك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. يلا ننزل بص عليها من الجنب. وبكده نكون اتعلمنا العجلة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم جدا، ولو عجبك اعمل لايك وشير عشان تفيد كل اصحابك وكل الناس اللي تعرفهم.